هؤلاء الغطاسون يقفون وجها لوجه مع القرش الأبيض، أحد أخطر أنواع الحيوانات البحرية. جزر نبتون عند الساحل الجنوبي لأستراليا من أفضل الأماكن لمشاهدة هذه الأسماك، والهدف من الاستكشافات تغيير نظرة الناس نحو هذا الحيوان الفتاك في عالم المحيطات. أعتقد أنه من المهم أن نري الناس أن أسماك القرش هذه ليست مهووسة باصطياد البشر كما يصورها البعض. مهم في اعتقادي أن يرى الناس أن هذه الحيوانات رائعة وهي تقوم بعمل مهم هنا. التركيز عال جدا، نحاول عدم إطعام القرش، نحاول عدم إطعامها كي لا تشعر بالتخمة، وها هي آتية الآن. أسماك القرش تبدو مهتمة أكثر بطعم التونة أكثر من الغطاسين الموجودين في القفص، وبعض الأحيان إصرارها يؤتي ثماره. في الحقيقة نادرا ما يتحول الأشخاص إلى وجبة لأسماك القرش. هجمات أسماك القرش بحد ذاتها نادرة الحدوث، ولدينا معدل ضحية واحدة في العام مقابل 80 حالة غرق في العام. وإضافة إلى تقديم صورة جيدة عن القرش، يحظى هؤلاء الغطاسون بفرصة لأخذ الصور والشعور بالحماسة ولإجراء أبحاث كذلك. أندرو وفريقه يستخدمون إشارات الأقمار الاصطناعية لتعقب تنقلات القرش. بعضها يأتي كل عام لصياد حيوانات الفقمة في نيوزيلندا، وبعضها يظهر مرة واحدة ولا يعود مجددا. بدأنا نفكر الآن أن أسماك القرش الناضجة قد تمضي وقتا طويلا في عرض المحيط، وقد لا تكون حيوانات ساحلية مطلقا. تعقب حركة أسماك القرش كشفت مؤخرا عن رحلة قامت بها إحدى الأسماك من جنوب إفريقيا إلى أستراليا، في رحلة اجتازت خلالها أكثر من 20,000 كيلومتر. إنه شعور مدهش. أعتقد أن أي شعور بالخوف لديك من القرش سيتبدد بمجرد رؤيتك لفترة قصيرة هذه الحيوانات الجميلة والكبيرة. ليست مخيفة، إنها رائعة. أحب تكرار هذه التجربة طالما أنني في قفص. العرض انتهى بالنسبة لهذه المجموعة، وحان الوقت للعودة إلى الشاطئ. أما أسماك القرش فستعود بدورها إلى الأعماق، تاركة وراءها أسئلة دون أجوبة.